السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وحبايب قلبي. احنا النهاردة مع بعض هنعمل الوليمة الجميلة اللي قدامكم دي، واستخدمنا فيها لحم الماعز وعملنا معاها فاصوليا البيضة، وده كان بطل النهاردة الفيديو بتاعنا. وعملنا جنبيه حبة من الرز بالشعرية، وعملنا جنبيه حبة من السلطة البلدي. تستاهل بقكم، ويلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونخش على الفيديو بتاعنا ونشوف تفاصيلنا الجميلة كانت مع بعض النهاردة عاملة ايه. ومعانا الفاصوليا البيضة، طبعا انا نقعتها ليلة في المية لما تضاعف حجمها بالشكل دوت. جبتها على النار وبسلقها سلق عادي. ومعانا لحم الماعز اهو، معانا بنسلقه سلق عادي برضو. عملت ايه؟ غسلت اللحمة بتاعتي، حطيتها تتشوح مع معلقة من السمنة صغيرة، وبعدين نزلت عليها بالمية المغلية وبسلقها سلق عادي خالص. ومعايا حبايبي واللحمه بتاعتي بتتسلق كده، هنزل عليها بحبه من بهارات مطبخي. البهارات دي انا بستعملها على طول، هحطها لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. حبايبي اللي متابعيني عارفينها، مجموعه بهارات شامله بستعملها في كل حاجه، في اي حاجه بسلقها، اي لحوم بسلقها، اي لحوم بشويها، بتدي طعم ومذاق جميل جدا جدا. طبعا انا لسه لحد الان ما استعملتش الملح، الملح ده اخر حاجه هستعملها لما تتم عمليه السوى. ومعايا حلة ومعايا بصلة متوسطة الحجم بالشكل ده، هبتدي ان انا اخرطها كده معايا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي خرط البصلة اهي، خرطتها معايا بالشكل ده، وهشوحها على النار. ومعانا البصلة كده على النار، هنزل عليها بمعلقة من السمن اهو، اي نوع سمن انتي بتفضليه. وهنزل عليها بحبة من الزيت. معانا يا حبايبي البصلة بتاعتي مش هديها اي لون اهو، شايفين معايا يا دوبك دبلت. هنزل عليها عصير الطماطم بتاعي، وعصير الطماطم ده شايفين الجمال والحلاوة دي يا جماعة. طبعا احنا عملناها في فيديو قبل كده مع بعض، هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. عصرناها مع بعض الطماطم دي، وانا شايلها في الفريزر وبستعملها، وهسيبها تتسبك كده مع البصلة. وهي اصلا الطماطم بتاعتي متسبكة جاهزة، فمش هتاخد اي وقت، يا دوبك ان هي هتفك معايا في مع البصله، وان شاء الله هتتسبك، مش هتاخد اي حاجه في التسبيك. حبايبي عشان اعادل حموضه الطماطم، هنزل بحبه معلقه صغيره كده من السكر عشان امنع حموضه الطماطم وهي بتتسبك. هي طبعا اهي زي ما انتم شايفين اتسبكت بسرعه رهيبه. ومعانا يا حبايبي اللحمه بتاعتي دخلت على السوا، هحط لها احيقها كده، احط لها ملح مشكل. الملح المشكل بتاعي عباره عن ملح، كزبره ناشفه، فلفل اسود، كمون، شطه. هي دخلت معايا على السوا وانا بحيقها دلوقتي. ومعانا يا حبايبي اللحمه بتاعتي استوت، هنزل بيها كده على التسبيكه بتاعتي، هخليها تاخد غلوه في التسبيكه دي، هتاخد تبقى ليها طعم جميل قوي 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 اهو معايا. وهنزل عليها بحبة
انزل عليها كده بحبه من الشوربه اللي هي استوت فيها اهو معانا. وهنزل كمان هنا كده بالفاصوليا البيضه بتاعتي، وهسيبها يا حبايبي هي والفاصوليا البيضه ياخدوا غلوه كده مع بعضيهم، وهظبط الحياء بتاعها. انا طبعا الحياء بتاعها الملح بتاعها مظبوط، المرقه كانت مظبوطه جدا فحيقت لي الحاجه بتاعتي بشكل صحيح. هسيبهم ياخدوا غلوه مع بعض وان شاء الله نغرف ونشوف مع بعض بقيه وصفتنا. حبايبي ودي كانت نهاية وصفتنا النهاردة، مستنية دعمكم باللايك بالشير سبسكرايب تفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وان شاء الله كل حاجة استخدمناها النهاردة معانا في الوليمة بتاعتنا بتاعت النهاردة اللي استخدمنا فيها لحم الماعز واستخدمنا فيها الفاصوليا البيضة، ان شاء الله هسيب لكم كل حاجة استخدمناها في الفيديو تحت الفيديو بإذن الله في صندوق الوصف. واتمنى النهارده وصفتنا تعجبكم وتنور رضاكم.